مساء الخير على كل مشاهدين قناة الصحة والجمال، مساء الخير على كل مشاهدين دفتر أحوال. يوم جديد بمشاكل جديدة بأمور جديدة قانونية خدمية معاكم دايما فيها. برنامجنا دايما بيدور على المشكلة وحلها، الأهم هو حل المشكلة. برنامج دفتر أحوال موجود دايما معاكم في القناة لخدمة الناس، لأنه يكون حلقة الوصل ما بين المواطن وما بين المسؤول. دايما عايز افكر كل المشاهدين انه ارقامنا موجوده على الشاشه، صفحه دفتر احوال بالعربي على الفيسبوك بتحل كل المشاكل اللي بتقدر عليها تتواصل مع الناس طوال الاسبوع في كل الامور القانونيه والخدميه. الناس تسال يعني ايه خدميه، نعرض عليهم الامر مره تانية اللي ما شفناش ويكون اول مره بيشوفنا. النهارده الوزارات الخدمية هي وزارات مثلا زي التضامن، الصحة، الوزارات اللي فيها تواصل مع الناس، اللي الناس بتبقى عايزة طلبات منها، احتياجات منها. وزارة التموين، في وزارات كتير، عدد من الوزارات بنحاول نتواصل مع المسؤولين فيها لحل المشاكل اللي بتجيلنا من خلال الصفحة. دايما بنستعين بمستشارين معانا في الحلقات، أعمدة قانونية بنسميهم لدفتر أحوال، دايما بيكونوا معانا في تواصل دائم، إما من خلال الرد على الصفحة وإما من خلال التواجد في الاستوديو على الهواء طوال حلقاتنا على مدار الأسابيع اللي فاتت والسنين اللي فاتت. بمناسبة حضور أعمدة القانون، أحب أرحب النهاردة بالعمود الرئيسي في برنامج دفتر أحوال المستشار محمد صادق. مساء الخير عليك. مساء الفل حبيبي، الله يخليك. دايما منورنا وعمود رئيسي زي ما بقول للمشاهدين، من أعمدة القانون اللي بنتسند عليها في حل المشاكل وفي الاستشارات القانونية. ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم، ده شرف كبير ليا ان انا احضر مع حضرتك. حقيقي منورنا، حقيقي عايز اقول لكل المشاهدين اللي موجودين على الهواء دلوقتي وشايفيننا او اللي هيشوفونا من خلال اليوتيوب او من خلال الفيسبوك، ان المستشار محمد صادق دايما بيتبرع بالحالات، انه يكون محامي للحالات الغير قادرة، محامي للناس اللي عندها مشاكل وواجهت مشاكل مع قلة من المحامين اللي هم ما عندهمش الخبرات الكافية. هو بيتكفل بالحالات دي دايما، ودايما بيطلب مننا عرض ده على الهواء مباشرة، انه مستعد لتبني اي حالة في اي محافظة ايا كان المشكلة فيها، لأنه بإذن الله قادر على حلها. فبحابب أشكرك على الهوى. الله يبارك فيك، الله يخليك، الله يخليك، ده شرف كبير لي. نبتدي لقائنا على طول وندخل في لب الموضوع، موضوع الساعة زي ما بيقولوا، وهو كورونا، فيروس كورونا. فيروس كورونا، احنا بنتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، وبنتمنى من الناس ان هي انا شايف ان الناس بدأت فعلا يبقى عندها وعي، ولكن الموضوع فعلا خطير. بس في مؤشرات بتقول ان في بوادر امل جايه، ان مؤشرات وزاره الصحه ان الارقام بتنزل، بس ده برضو ده يطمني وبرضو ما يطمنيش قوي، لان مش معنى كده ان احنا نتسيب، يعني نترك الحبل على الناس ان هم يفضلوا على نفس الوضع من الحاله بالظبط. ده بمجهود الشعب، يعني الناس بدات، يعني انت نازل الشارع كل الناس لابسه الكمامه، تفطن، لان الامر الاهمال فيه بيوديهم لكارثه. بالظبط، لان الناس اعتقد كل اسره دلوقتي ذاقت مراره الكورونا. اظن الكورونا. انت قلت كلمه جميله قوي، كل اسره، لان انا اظن ان كل عائله بالزبط. بلاش اقول لكل اسره، حتى كل عيله اظن في مصر جالها حاله وحالتين فقدت عزيز. ربنا يا رب يجعلها يعني يعجل بانتهاء الوباء من مصر، لان الموضوع فعلا خطير جدا ومحتاج حرص شديد جدا. ولا يعني هو يعني لا يغني الحذر من القدر زي ما بيقولوا، ولكن احنا بنبذل الجهد اللازم وخلاص. يعني خليني قبل ما اخوض في موضوع الحلقه، وهي خدمات لاهل مصر يعني لكل مشاهدين برنامج دفتر احوال، اسالك على الامور النقابيه ماشيه ازاي في المحاكم وفي النقابه. والله انا لافت نظر الايام دي ان اقتراب شهر 2، في شهر 2 او 8/2 تحديدا، انتخابات النقابات الفرعيه على مستوى الجمهوريه. انتخابات، وما انت عندكم في النقابه الفتره اللي جايه دي انتخابات فرعيات. فرعيات، ولكن
يعني للأسف إن الواحد بيشوف ممارسات. لا خليني أسألك الأول، إزاي الانتخابات والتصويت والاقتراع والأمور دي هتتم في ظل كورونا أو في ظل الحالة العالية قوي من موجة كورونا؟ غالبية الأصوات نادت النقابة العامة في إنه يأجلوا مسألة الانتخابات دي لما الأمور يبقى فيها استقرار أكتر في مسألة انتشار الوباء يعني. ولكن هي الإجراءات الاحترازية لازم إن هي تحصل، وده بيكون متحمل المسؤولية النقيب العام ومجلسه. وأظن إن هو يعني واخد الإجراءات كفاية لمتابعة الأمور والأمر. والله إلى الآن إحنا ما شفناش مؤشرات. إلى الآن. ما هو لسه الأمر أنت بتقولي 8-2 فلسه لا الاستعداد لا لذلك. لا هو وزارة العدل، النقابة خطبت وزارة العدل ووافقت بالفعل إن تكون الانتخابات داخل مقرات المحاكم. كانوا قالوا ان الانتخابات هتبقى خارج مقرات المحاكم في الهواء. خارج مقرات يعني في الهواء، ممكن في الهواء في الجنينه بتاع المحكمه ولا برضه ولا في في محيط النقابات طبعا. ما هتبقى فين؟ هتبقى فين الا في محيط المحاكم والنقابات الفرعيه. ولكن كون بقى ان الانتخابات هتبقى داخل المحاكم، داخل الغرف النقابات الفرعيه، فمن واجبنا احنا كلنا كجمعيه عموميه للمحامين نكون اكثر حرصا على انفسنا طالما مفيش حد خايف علينا. خلينا هو نقول ان هو اظن ان هو بالنسبه للساده المحامين هو امر اضطراري عقد الاجتماع او الانتخابات لتعيين النقباء الفرعيين. بالظبط صح كده؟ بالظبط هو الامر اضطراري، لان اصلا كده 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 بنحضر الجلسات وبنشوف كده كده متواجد، فبالتالي الزحام وبنشوف الاوضاع المترديه فعلا. ان شاء الله تعدي على سير الزملاء، ربنا يعدي على خير يا رب باذن الله. لأن بالخير، لان عايز اقول لك على حاجه كمان، في بعض الناس النقباء الفرعيين والنقباء العموميين نفسهم مرضى. فيهم ناس صح، فيهم ناس مصابين مرضى، في ناس مرشحين مرضى مصابين بالكورونا في العنايه المركزه دلوقتي. ربنا ان شاء الله يا رب يعديهم ويشفيهم يا رب، ويولي من يصلح يا رب باذن الله يا رب. طيب خليني اسالك في السؤال الثاني، العمل داخل دور المحاكم هل بيتم بكامل الطاقه الـ يعني لكل القطاعات، يعني كل الموظفين على كامل العدد ولا بنص الطاقه فقط؟ لا هو اللي انا شايفه وبنزل اشوفه في المحاكم ان شغالين بكامل طاقتهم. ممكن يكون في تنظيم داخلي ان في بعض الموظفين اجازه وبيريحوا على ولكن هو العمل شغال زيه زي كالعاده، مفيش اي حاجه حاصله. ولكن برضه في اجراءات احترازيه وفي ناس واخده بالها، ولكن برضه في اماكن بنبقى مضطرين نبقى موجودين فيها في زحام، فده اللي بيجي منه الكوارث. يعني بتبقى امر قهري، يعني لا في حل تقدر تمنعه ولا في حل ينفع، بيبقى امر اضطراري، امر واقع. فهتعمل ايه؟ مفيش مجال. في اماكن انا بشوف قاعات محاكم مترين في مترين صح، فمضطر الزحام. يعني مثلا محكمه مدينه نصر ذكر بالظبط في محاكم في الدور الثالث او الدور الرابع بتنعقد كارثه كبيره جدا، محكمه الاسره في محكمه مدينه ولكنها نصر. امر غصب عنه اجباري لتسيير امور الناس. انا عارف بالظبط. فالقاضي مضطر ورئيس المحكمه مضطر، لان مفيش بديل، هيعقد الجلسه فين؟ في الشارع صح. فالمشكلة محتاجة تضافر إن شاء الله تمر. يعني أنا شايف من وجهة نظري عدى الأصعب، وبإذن الله السهل اللي جاي وربنا يعديه على خير ويعدي الكبوة دي على كل المصريين، سواء لكل الأديان بالخير والسلام يا رب. خليني أدخل في موضوع الحلقة لأنه عندي أسئلة كتير جدا جايالي على الصفحة. يمكن أهمهم مثلا، خليني يعني بعتذر لكل الناس اللي مش هقدر يعني ألاحق اتصالاتهم أو رسائلهم اللي موجودة من خلال الصفحة، إنما خليني بس الأول أخد اتصال قبل عرض الأسئلة. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابني؟ ازاي حضرتك يا أم؟ ربنا يخليك يا أم يا رب. أنا معاكم وائل، أنا كنت شغالة في شركة ترانزوست بتلمس. تمام. فأدلنا معاش موكل سنة 2000. تمام. وكان لينا 5 علاوات، خدنا 3 في 2006 واتبقى لنا علاوتين اشتكينا بيهم، البعض اخذ والبعض ما خدش. انا من ضمن اللي ما خدش انا وزوجي. تمام. فقلنا للمحامي، قال
لم كل زمايلك تاني عشان يشوفوا، بس نصهم ماتوا واحنا ما فاضلش مننا حد كتير يعني. بقاء لله، بقاء لله وحده باذن الله. طيب طب هي الشكوى عباره عن ايه؟ في مجلس الدوله؟ مجلس الدوله مجلس اظن الدولة. انتوا رفعتوا الشكوى اللي انت قصدك عليها دي 64. يعني رفعتوا دعوه في مجلس الدوله؟ عاش مبكر. رفعتوا دعوه بقى بالعلاوتين الناقصين دول في مجلس الدوله؟ ناس اخذوا وناس ما خدتش، ناس اتحكم لهم بصرف العلاوتين دول وناس ما اتحكم لهم. تمام. طيب خلينا نرد عليك المستشار محمد صادق، تابعينا هيرد على حضرتك دلوقتي. الحل ايه بيحصل؟ هي حضرتها بتقول ان في ناس صرفت وناس لا، العلاوتين الباقيين عملا بقانون يعني مجلس الدوله ان في انقضاء في 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 حالات من حقها بيبقى في انقضاء، انها ترفع يعني تاني الدعوه مره اخرى لو فيها ويعني وتستشهد بالاحكام اللي الناس صرفت فيها. لو الحكم بالرفض مش هتعرف تاخد حقها تاني، يبقى خلاص انقضى الحق. تمام. لو بعدم القبول ترفع تاني، وده طبعا المحامي بتاعها عارف القصه دي. طيب هو معنى انه يقول لها انه عايز يجمع عدد تاني عشان يرفع بيه، يعني هو يجوز انه يرفع؟ ممكن أظن. ممكن يجوز يرفع بيه تاني. يجوز انه يرفع ليها لوحدها كحاله مره اخرى؟ طبعا. طبعا يبقى طبعاً. الرد كده على بس بشرط ما يكونش في سابقه فصل، يعني ما يكونش الدعوه اترفضت لاسباب جوهريه يعني. تمام. او انقضاء او حاجه زي كده، لكن هيبقى تكلفه على الفاضي، فلازم المحامي بتاعها يكون صريح ويفهمها ابعاد رفع الدعوه مره، لكن يجوز الرفع مره اخرى ويعني ويحكم ليها بصرف لو في اخطاء شكليه يرفع عادي مفيش مشكله، لكن اخطاء لكن رفض موضوعي طبعا عدم جواز نظر الدعوه لسبقه الفصل فيها، وده كلام معلوم بالضروره لاي حد يشتغل بحقل المحاماه يعني. صح. طيب خليني ارجع للاسئله اللي بتجيلنا من خلال الصفحه. عندي سؤال، يمكن الاسئله الكتيره اللي جايه انا باخدهم وبقسمهم يعني شرائح ومواضيع، منهم مثلا موضوع في الايجار القديم. في سيده امل بتسال، هي كانت والدتها هي اللي مقيمه في الشقه، كانت مقيمه مع ابوها وامها. والدها توفى من 10 سنوات وامها لسه متوفيه من سنتين، وهي متجوزه وكانت بتعاود بتروح وتيجي كده على امها، لكن مفيش اقامه دايمه مع الام في نفس العقد. فهي دلوقتي اصحاب البيت بيقولوا لها الشقه بتاعتنا، هل يحق لها انها تستمر في الشقه مره اخرى ولا لا؟ انا عايز اقول لك حاجه بس خلينا عمليين، لان طالما البنت اللي هي الوريثه مش مقيمة في الشقة أو في بديل للمسكن، المالك هيقدر ياخد الشقة، لأن أنت مش محتاجاه، ما هو ده عقد إيجار. لكن بالظبط كملي. الصعوبة تكمن في إيه بالنسبة للمؤجر؟ تمام. الصعوبة في إيه؟ إن هو قد تستطيع هي تثبت انها اقامتها موجوده في الشقه، وان جيراني يقولوا معاها ان هي بالفعل، لان من وسائل الاثبات المدني شهاده الشهود ان هي مقيمه في الشقه وكانت بتيجي على طول تخدم والدتها. يعني انت عايز تقول لي انه الامر بغض النظر هي تعمل ايه، الامر كله متوقف على شهاده الشهود الاثبات في المحكمه، شهود اذا هي قدرت تثبت ان هي لم تتخلى عن الوحدة السكنية، فصعب جدا إخلاءها لأن بيمتد لها عقد الإيجار. طب سؤال تاني بنسأله لحضرتك في يعني في هذا الشق، ردا برضو على أسئلة كتير، هل القانون بيلزم بمدة معينة للإقامة ولا أي مدة تكفي؟ سؤال جميل قوي. الفكرة أن الإقامة يعني عشان تقدر تسترد الحيازة من دعوى الحيازة أن لازم تكون سنة كاملة هادئة مستقرة. حلو في العين عشان تقدر ترفع، لو سلبت منها الحيازة تقدر تسترد الحيازة. لكن حلو. الرد كده صريح كده من المستشار الأستاذ محمد صادق بأنه الإقامة شرط تكون سنة ميلادية مستمر كاملة قبل تاريخ وفاة آخر يعني مستأجر للعين. بالظبط. بالظبط. فهو عقد الإيجار القديم عقد أبدي، مع أنه ما فيش عقود أبدية، أنا آسف أن أنا أقول كلمة أبدي، ولكن للأسف الشديد أن بعض الملاك ما بيستمتعوش بملكهم وبيموتوا وبيورثوا والورثة بتموت وأموالهم قدام عينيهم مش قادرين ينتفعوا بيها،
أنا من أحد أصحاب الأملاك المؤجرة، إيجارات قديمة ما بستفيدش. طيب خليني أروح لسؤال تاني للأستاذ أحمد السيد في هذا الشق، برضه هو بيسأل في موضوع الإيجار القديم، ويمكن ردا على جزئية أنه أبدي. هو حفيد للمستأجر الأصلي، بيمتد له العقد الإيجار. ما هو سؤالنا هنا هو بس بشرط الإقامة. شرط الإقامة وهو الحفيد. شرط الإقامة المستمر، الهدية المستقرة، غير كده يا جماعة سلموا الناس أملاكهم. طيب خليني أسألك سؤال، النهاردة آخر درجة في هو في القرابة الحفيد، هو آخر ده آخر درجة. إذن هو ليس أبدي بقى. ما هو ما هي الفكرة في إيه؟ ما هي الأعمار بيد الله. ما هو الحفيد ده ممكن يبقى عنده 100 سنة بعد كده ويكون الورثة توارثوا وتوارثوا، العقار نفسه وقع خلاص انتهى. يعني الموضوع فعلا محتاج دراسة تشريعية. انا ما بقولش الغي القانون، الغي القانون القديم، لان لو لغى القانون القديم النهارده ده قضيه امن قومي. بالظبط، في ناس عائلات ما بتقدرش تدفع. صح، ولكن على النقيض تلاقي واحد مسيطر على شقه على شقه، على مجموعه شقق، خلينا نقول شقه وعلى فلل مساحتها 350 متر مثلا في ارقى اماكن في القاهره، ايجارها 3 جنيه وهو راجل ريتش عنده فيلا في الرحاب. صح، قاعد ليه يعني؟ قاعد ليه محتفظ بالشقه دي ليه؟ انت كده تعتبر مغتصب محتل انا اسف في اللفظ يعني. فالمفروض يعني نظره تشريعيه لاصحاب العقود دي، لان في ناس ما لا تستحق تستمر في املاك الناس. يعني في ناس اغنياء اثرياء، انا اعرف حالات عنده بدل الفيلا 3 ومحتفظ بالايجار القديم بتاع الناس. ما دي اموال ناس. صح، حط نفسك مكانهم. شقه دي زي دي كمالك، حط نفسك تتأجر النهارده ام 3 جنيه، دي تتأجر النهارده ب 15 20000 جنيه. صح، وانت حاطط ايدك عليها، اقول لك لا ما اقدرش اسيبها، ما اقدرش اتخلي عنها. فالموضوع الايجار القديم ده حاجه شائكه جدا جدا يعني. امر شائك بالفعل جدا يعني، لانه احنا بالفعل يمكن ردا على الاستاذ محمد صادق، يمكن جاي لنا يعني حجم وكم اسئله من ملاك ومن مستاجرين في الايجار. موضوع شائك، هتيجي تتكلم فيه المستاجر اللي قاعد يقول لك هروح فين، انت ظالم والمالك والمالك برضه بنفس الفكره، انت ظالم، انا حقي اتاكل. عنده عماره النهارده تعمل لها في السعر السوقي 50 60 مليون جنيه، بيلم ايجاره كام من ال 50 60 مليون جنيه دي؟ 10 15 الف جنيه يوم ما يقدر يلم في المحلات. صح، لكن الشقق العقارات اللي فوق دي هيلم لها في 200 300 جنيه في السنه او في السنه الطويله، فحاجه متناقضات رهيبه يعني. فتلاقي مبدا الحقد، الراجل مالك ومش قادر يسيطر على ماله. صح، والناس طالعه جايه ويقول له ما تجيش هنا، هبعت لك هرمي لك الايجار في المحكمه، محضر ايداع. فهتلاقي الموضوع مستفز يعني، الموضوع مستفز الايجار القديم ده. فنظره تشريعيه المجلس الحالي اللي لسه منعقد، نظرة تشريعية هادية كده ترضي الجميع الأطراف. يعني في ناس ملاك عندها استطاعة أو عندها رغبة حتى تشتري من المستاجر، تخيل يعني يقول له خد كذا واطلع، يعني بيع لي ملكي ثاني. بيسترد ملكه مرة أخرى، بيع لي ملكي يعني الشقة مثلا بمليون جنيه، خد 200,000 ومع السلامة، يقول له لا مش ماشي. و و و و والحاجة اللي بتضايقني أنا كمحامي، ألاقي واحد مستأجر بيبيع حق الإيجارة القديمة بعقد 60 سنة أو 59 سنة لواحد في مقابل 300-400 ألف جنيه خلو. على فكرة أنت بتكلمني دلوقتي عن سؤال هو بالفعل جاي لي في أحد الأسئلة. فأنت مستأجر بتاخد 300. خليني يمكن أطرح السؤال، يمكن أنت اللي خط في الشأن، يمكن خليني أسأل السؤال من أحد الناس اللي بعت لنا على الصفحة. هو بيكلمنا في هذا الشق، هو النهارده بيقول انا وريث للمستاجر على طول، يعني هو ابن المستاجر الاصلي، وهو مش عايز يقيم في الشقه في القاهره. ومش عايز يقيم فيها، انما عايز يخرج باكبر مصلحه ممكنه في اطار القانون. فهل يجوز لي، هو بيسالنا، هل يجوز لي التنازل للغير على عقد الايجار؟ والله هو اصلا التاجير من الباطن، هو لو شاف العقد القديم بتاعه هيقول لك ما ينفعش تأجير من الباطن إلا بموافقة المالك الأصلي. طيب النهارده ما هو بيسألنا في السؤال هنا، خليني أسألك يعني علشان ردا على الأستاذ أيمن عبد السلام، ردا عليه،
دلوقتي هل يجوز للتنازل مباشرة للغير عن عقد الإيجار؟ بشرط يشوف العقد منصوص عليه هل يجوز لي التنازل من الباطن ولا لا. يعني ده بينص عليه العقد، لو العقد القديم معاه يشوفه. لو في تنازل من الباطن، واعتقد ده مش هيكون موجود، فمش من حقه، مش من حقه. ولكن عملا دلوقتي بيحصل اتفاقات ما بينه وبين احد الورثه في الملاك، يجي هو يوافق له على يكفي احد الورثه فقط، احد الملاك على الشيوع بيوافق له على العقد القديم، وبيحصل اتفاق داخلي كده، وبيتعمل عقد 59 سنه للمستاجر الجديد، وبيجي يركب الايه العين الموجوده، وبيكون ليه شكل وصبغه قانونيه بالظبط. فالموضوع لما بيحصل فيه نزاع قضائي، المحكمه بتفسر العقد ان هو 59 سنه وبتخليه قاعد. فدي مشكلة يعني. خليني اروح لشق تاني من الاسئلة، وهي قانون الاحوال الشخصية وقانون الاسرة. بس خليني افكر كل المشاهدين، مشاهدين برنامج دفتر احوال، ارقامنا موجودة على الشاشة للاتصال في اي مشكلة قانونية، في اي مشكلة خدمية تخص كل الوزارات الخدمية. صفحة دفتر احوال بالعربي على الفيسبوك موجودة، يعني الزملاء تعرضها لنا كمان موجودة، فريق الاعداد للتواصل موجودين معاكم طوال الأسبوع من خلال الصفحة. إنما معادنا الأسبوعي على الهواء مباشرة يوم الحد، ده للتواصل المباشر بيننا وبين الجمهور. خليني أروح مرة أخرى لأسئلة في زي ما قلت لحضرتك في قانون الأسرة. طبعا احنا عندنا أسئلة كتير. ما بلاش قانون الأسرة ده، ما تيجي في جرائم الدم، جنايات القتل وال خد بالك انه الصفحة عليها مئات الالاف من الشكاوى، انما احنا بنحاول نحصر اللي بيبعت لنا كتير شوية اللي عنده ازمات. هي جزء في الميراث، يعني هو زوجة توفى زوجها وهم شباب وعندهم ثلاث بنات، وهي بتقول انه بناتها صغيرين، جوزها كان موظف في قطاع خاص، وهي داخل في الميراث معاها اخوات الزوج لانه هي بترث في بنات، هو عندها بنات فقط، ثلاث بنات، وام الزوج ايضا ترث معاها، وهم عايزين يتنازلوا عن جزء من الميراث. الاعمام يعني الجده اللي هي ام الزوج المتوفي عايزه تتنازل، بس هي مش قادره وقاعده ومش قادره تتحرك وعايزه تعمل التنازل ده. فايه الطريقة المناسبة القانونية؟ أولا لو البنات قُصّر، البنات كلهم قُصّر، فهي لازم مجلس حزبي. خليني أتوقف لحظة على الأستاذة زينب، وخليني آخد الأستاذة هناء من أسيوط. مساء الخير يا أستاذة هناء. مساء النور يا فندم. اتفضلي يا فندم. أنا لو سمحت عندي في ملكي بيتنا بيت ورثة جديد. تمام. ومعانا مستأجر من 97 كنا جبنا عليه قضية، والحكومة قالت له اقعد معانا يعني ب 25 جنيه. دلوقتي هو مش بيدفع خالص من 97. بدأ يدفع في المحكمة كام شهر، وبعد كده ما بدأش يدفع. وبعدين دلوقتي هو ماشي راح اسكندرية وعايش هناك في اسكندرية، وسايب ولدين شابين معانا في البيت، بيشرب حشيش ومخدرات، وأنا معايا بنات، معايا خمس بنات ولدين. ما عارفينش نقعد منهم ولا عارفين نطلعهم، فاحنا معناش يعني حاجه نقدر نطلعهم بيها، ولا معانا فلوس من ذهبهم. وحاولنا ان احنا نطلعهم، عايزين منهم 150,000 جنيه. مدام هناء احنا نجيب لهم منين؟ مدام هناء انتوا ساكنه فين؟ انا ساكنه في ديروت شارع جواد في اسيوط. في الصعيد يعني. حضرتك تقدري تخرجيه على فكره، ده دعوه طرد للغصب. احد الساده المحامين المحترمين عندك في اسيوط، كلهم زملائنا حبايبنا، يرفع لك دعوه طرد للغصب، بس تعملي محضر برضه بالكلام ده في الاول، محضر اثبات حاله، وترفعي دعوه طرد للغصب. هيطردوا طالما ما بيدفعش الايجار، دعوه طرد لعدم سداد الاجره، طالما امتنع عن سداد الاجره مره واتنين وبيسدد في المحكمة وما سددش تاني، المحكمة ممكن تعتبر ده سبق التأخير في سداد الأجرة، وتعتبره إيده على الشقة يد غاصب، ويطرد للغصب. سهلة جدا، بس محتاجة محامي مدني مخضرم هيطلعهم لك في أقرب وقت.
بنشكرك يا استاذه هناء للمشاهده، واظن سمعتينا وسمعتي رد المستشار الاستاذ محمد صادق على الحاله. خليني ارجع تاني للاستاذه زينب اللي عندها بنات قصر صغيرين دون السن، يعني هم كلهم بتقول لك اعمارهم من الاربعه للسنه. تمام. ده دول قصر، بتروح النيابه الحسبيه، تفتح ملف في النيابه الحسبيه وبتعمل حاجه اسمها جرد التركه، ولو في رغبه من احد الورثه على التنازل عن نصيبه في الميراث لازم يا اما وكاله او لازم ينتقل، يقدر بقى حد ياخد الحاجه ويوديها النيابه. هي بتشتكي ان هي عندها الاعمام كتير، خاصه كمان هي عندها مشكله اخرى، فالجده للاب عايزه تتنازل عن نصيبها، وكمان عندها بتقول ان في عربيه كانت مع زوجها المتوفى وهي مش عارفه تتصرف في العربيه ولا تبيعها ولا حتى تجدد الرخصه بتاعتها. كل اجراءاتك مدام زينب هتبقى عن طريق النيابه الحسبيه. عايزه تبيع السياره لازم يكون حاجه اسمها تعيين وصي، يعني حضرتك لازم هتتعيني بقرار وصايا قدام النيابه الحسبيه، هيطلع لك القرار خلال يومين او ثلاثه. فاي طلبات نقديه، عايزه تصرفي فلوس من البنك، عايزه تبيعي السياره، لازم يكون بموافقه النيابه الحسبيه لتعلق الموضوع ده بحقوق القصر. بخصوص وقعه ان الحاجه ربنا يديها الصحه والده المرحوم عايزه تتنازل عن حصتها في ميراثها عن ابنها، فممكن بتعملي طلب للشهر العقاري يتعمل توكيل لأم القصر، وهي بتتصرف بناء على هذا التوكيل بالتنازل عن حصتها في المال الشايع كنصيبها في ميراث ابنها الله يرحمه. الموضوع إجراءاته بسيطة جدا، بس هي لازم التنظيم كده، لازم تطلعي في الأول مكتب النيابة الحسبية التابعة ليها اللي هي في محكمة الأسرة، الأسرة التابعة ليها محل سفر، بيفتحوا لها ملف وبيقولوا لها على كل الخطوات وبياخدوا رقم تليفونها وبيتواصلوا معاها في أي إجراءات. تقدر تعمل كل الإجراءات دي بدون وجود محامي؟ تقدر، في مكتب في النيابة الحسبية أو في محكمة الأسرة اللي حضرتك تابعة ليها، مكتب المساعدات القضائية، بتخش لهم تقول لهم أنا عايزة كذا وكذا وكذا، بيعملوا لك كل حاجة وأنت قاعدة في المكتب. فالموضوع بسيط وان شاء الله تقدري تعملي كل اجراءاتك بمنتهى الهدوء يعني. طيب، هي بتسال نفس السؤال مره، يعني هي عندها برضو يعني للاسف عندها تشابك والامور يعني ملخفنه. طب دلوقتي موضوع تجديد رخصه السياره، هل تقدر تجددها برضو؟ تقدر، بس بشرط يكون معاها اعلام مراسل، لانه العربيه الرخصه في تجديد الرخصه بيبقى في حاجه اسمها انتقال ملكيه السياره من المرحوم لورثة المرحوم، يعني الرخصة بتبقى باين عليها كده ورثة المرحوم فلان، واخد بال حضرتك؟ فلازم يكون معاها عشان تجدد الترخيص ده، لازم يكون معاها إعلام وراثة من باقي الورثة، ويفضل كمان يكون معاها توكيل إدارة من باقي الورثة. طب هي بتسأل سؤال أخير، يمكن خليني أنا أخدت الأسئلة كده مقسمة علشان نقدر نجاوب على كله. هل يجوز للجدة التنازل عن المعاش لأنها داخلة في المعاش هي كمان؟ هو المعاش لا يورث عموما، يعني المعاش لا يورث، ولكن هي بتقدم طلب أن استحقاق المعاش لأن هو مورثهم الوحيد توفي لرحمة الله. وإذا كانت هي الحاجة بيطلع لها حصة في المعاش، فهي تستطيع أن هي تفوض زوجة ابنها في ان هي تصرف المعاش ببطاقة صرف المعاش عادي خالص، وما تاخدش منهم الفلوس، موضوع ودي ما بينهم وبين بعض، يعني مش محتاجة اجراء قانوني في مسألة التنازل عن المعاش دي. طيب، خليني اروح لشق اخر من الاسئلة. يمكن انت حتى قلت لنا قبل ما نسألك سؤال في امور الاسرة، احنا طبعا بنعتذر لكل الناس اللي مرضناش على الاسئلة بتاعتهم. عندنا سؤال اخر من الاستاذ شريف، بيقول ان هو عمل حادثة في احد احياء الجيزة، يعني ممكن هو ذكر اسم الحي بالظبط. الحادثة اللي عملها ادت لاصابة شخص، وتعرض على النيابة هو ك
يعني كسائق سيارة واتخلى سبيله تاني يوم من النيابة، إنما بعديها بيومين الشخص توفى. وبيقول إن الشخص المصاب أو المتوفى كان راكب عجلة وماشي في طريق مش المفروض إن يمشي فيه. بيسأل في الناحيتين، من الناحية القانونية وضعه إيه، ومن الناحية الشرعية شوية، إنه فكرة الدم وإنه يقدر يخلص الأمور دي. والله أنا دايماً بوصف في مسائل جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ دي بيسموها جنحة إصابة خطأ. بس النهاردة هو مات، الشخص مات. ما هي جنحة برضو، بتفضل جنحة حتى لو مات. الفكرة إن الناس ما بتبقاش راضية عن رد الفعل القضائي أو رد الفعل القانوني في مسألة إن حادث السيارة، يقولك لازم القصاص. مفيش حاجة اسمها كده، لأن مفيش نية إزاق روح، وده اللي احنا بنقوله. مفيش، لم تنعقد نية القصد الجنائي أو ارتكاب جريمة القتل العمد. والموضوع ده بيجرنا لمواضيع تانية كتير، ولكن خلينا نجاوب على هذا السؤال، إنه دي جنحة إصابة خطأ. طالما الخطأ لم ينعقد في جانب المتهم اللي هو مرتكب الفعل، فبياخد براءة للأسف يعني، لكن بدفع واحد. طب حالة الوفاة النهاردة، هو توفى، الشخص توفى، هو برضو نفس الإجراءات، بنفس الإجراءات، بنفس الخطوات، بنفس القضاء بيبقى واحد، لأنه طالما مفيش خطأ ناحية قائد السيارة وماشي بسرعته العادية، سيارته مجهزة، فاجئوا الشاب ده في طريق سريع. طب النهاردة برضو هو بيوصل لنا بس جزئية، ان هو يثبت ده ازاي؟ بالمعاينة. ما هو النهاردة المحضر تم تحريره، هو اللي اتصل بالنجدة وبالإسعاف. بالزبط. هو بالفعل اتصل بالنجدة، والمحضر لم يحرر فيه كل الأمور دي. طالما لم ينكل عن مساعدة الشاب المصاب، وعلى حسب المجرى العادي للأمور، السيارة ماشية في اتجاهها الطبيعي، واتعمل لها تقرير فحص فني، طلعت كلها صالحة للسير وفراملها كويسة، وان هو ما لم يخطئ، لم يرتكب ثمة خطأ، فده بيبقى حاجة اسمها استغراق خطأ المجني عليه خطأ الجاني. يعني واحد ماشي في طريق سريع بيقطع الطريق طفل راكب دراجة عجلة، فاتفاجئ فصدم، فالصدام ده بيحصل باسمه استغراق خطأ المجني عليه، المجني عليه هو المخطئ، فبالتالي بيطلع براءة. فلكن أنا حتى لو خدت براءة في القصة دي، بقول له لو أنت عندك القدرة تراضي الناس دي ترضية أدبية مادية أي شيء، قبل ما أرد عليه في الشق القانوني ونستشير حضرتك، كلمته في هذا الشق، فقال إن هم أهل المتوفي من الصعيد، وهو خايف يروح لهم. لا، يبقى القصة من الصعيد أو غير الصعيد، هو أهلنا في الصعيد ناس فوق دماغنا، ولكن هي الفكرة مفيش قصد جنائي يا جماعة، مفيش لم جريمة لم ترتب الثأر، يعني مش عايزين مش متعمدة، يعني مش متعمدة، جنحة عادية خالص، ومات قضاء وقدر، مات في حادث السيارة، والراجل وقف وقال أنا هو يا جماعة، وعربية سليمة، لكن أنا فوجئت بالطفل ده. يعني أنا ماشي، هو راجل كبير، المتوفي راجل كبير، أنا ماشي في مرة، يعني خلينا ندي مثال، أنا ماشي في الشارع مترجل على رجلي، وفي شاب قائد سيارة، أي نعم إن هو كانش مع، يعني ممنوع القيادة في السن ده، يعني هو عنده 15 سنة، ولكن ماشي في منتهى الهدوء، وأنا لامح من بعيد طفل عنده 4 سنين بيجري في الشارع. ال4 سنين ده جاء في النقطة الميتة، في ناحية في حاجة في السيارات اسمها النقطة الميتة، صعبة الرؤية، في زاوية كده من الزوايا في أي عربية مهما كانت حديثة، صعب جدا الرؤية. فالولد جري قدام العربية، واللي سايق العربية مش شايف الولد، فنزل تحت العربية، فأنا بمنتهى السرعة، العربية ماشية على سرعة 20 كيلو، يعني شوف بطيء سرعة، وده عناية الله يعني. فأنا بسرعة، أنا عارف الولد اسمه سامح، ولد يا سامح، وقف 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 وقف، نزلت تحت العربية، طلعت الولد صاحي، سبحان الله، صاحي. دي قدريات، فهي قدريات، ولكن في حالات من كده تبقى انت ماشي في حالك، فجأة يقول لك حاسب ده في تحت منك عيل صغير،
صح. جالي منين ده وانا ما شفتوش؟ صح. فالامور كلها غير متعمده. فانا طالما زي ما انت قلت مفيش خطا ناحيه القائد السياره وماشي ملتزم يبقى في خطا من المجني عليه اللي مات. طالما الخطا من المجني عليه يبقى ياخد براءه ورفض الدعوه المدنيه كمان. فممكن يحصل حاجه كمان. الموضوع ده مهم جدا. هنطلع فنيات بقى للساده المحامين اكيد بيتابعونا. لو بعد سنتين من القضاء بالبراءه اكتشفوا ان اللي سايق العربيه ده كان متربص بالمجني عليه ده واستناه يعدي الطريق وقام دايسه، لاحظوا مكاتبات ولاحظوا ان واحد صاحبه جه اعترف بعد سنتين بقى معده قال لك ده محمد صادق كان قاصد يقتل ابراهيم مختار في اللحظه دي، وده مش خطا وده ايه؟ عمد. ظهرت ادله جديده بتقول ان دي جنايه قتل عمد مع سبق اصرار وترصد وليس قتل خطا، وليست قتل خطا ياخد فيها 6 شهور او براءه. نعمل ايه؟ هل يجوز البت في الامر مره اخرى؟ اعاده فتح ملف القضيه، احنا قلنا سنتين، ركزوا معايا، احنا قلنا عدى سنتين. هل يجوز اعاده فتح ملف هذه القضيه مره اخرى والزج بهذا المتهم خلف القضبان؟ لا. لا يجوز؟ قولا واحدا لا، انتهى الامر، قضي الامر. طب هو قضي الامر النهارده في امور جديده قدام النيابه قدام مكتب النيابه. قضي الامر امتى بقى لما تكون الامور جديده؟ لما يكون ده حكم غيابي ويكون لسه طرق الطعن فيه لم تستوفى. لكن انا خدت براءه حضوري. النيابه عدى ميعاد الاستئناف بتاعها. النهارده دي كانت في غفله على النيابه في انه الامر ما فيهوش ريبه او شك. حتى على فرض عشان بس ما نرهقش الناس والناس ترجع تقول لك لا ده في ادله جديده، تعالوا دخلوا محمد صادق متهم تاني ياخد اعدام بدل ما كان واخد براءه في جنحه قتل خطا. لا. قولا واحدا ما فيهاش جدال. بعد انقضاء المواعيد الطعن في الاحكام انتهى الامر، فصل فيه خلاص، سبق عدم جواز نظر الدعوه لسبقه الفصل فيها بحكم نهائي بات. واخد بال حضرتك؟ امتى بقى نفتح تاني؟ لما يكون في مواعيد الطعن ما زالت موجوده وما زالت القضيه في حوزه المحكمه. نرجع تاني ان المحكمه يتقدم لها الادله الجديده او النيابه يتقدم لها الادله الجديده تسحبها من قدام المحكمه وتعيد التحقيق فيها وتدخلها محكمه الجنايات. غير كده الموضوع طبعا ما فيش فيه امل يعني. اخيرا قضاء الله هو القضاء هو النافذ طبعا، النافذ وفوق اي قضاء للبشر. احنا عندنا في حاله في لسه معانا وقت. زمايلنا في الاعداد بيقولوا لنا، الاستاذ كيلاني المخرج بيقول لنا انقضى الوقت سريعا. انا كان في جزئيه عايز اقولها يعني. اختم بالجزئيه طبعا. في واحد كان اتعمل له محضر فقد من 4 سنين، اكتشفوا جثته في المطريه الاهليه، اكتشفوا جثته بمنتهى الصدفه في مصنع مهجور من 10 سنين، يعني جثه بحالها بلبسها كله. بعد كنت عايز اخش في تفصيلات الموضوع قضائيا ولكن الموضوع الوقت انتهى. الموضوع شيق جدا. يمكن انا حتى في الكواليس هسمع الموضوع من محمد صادق ويوعدنا في الحلقه الجايه يحكي لنا الموضوع ده. على دخلوني بقى في جرائم الدم والحاجات دي، هتلاقوا هاوي هاوي لجرائم القتل والدم والمخدرات والسلاح والحاجات الجامده دي حقيقي. طبعا رجل جنائي. بشكر المستشار محمد صادق في النهايه. انا بشكرك يا استاذ ابراهيم يعني اخيرا وليس اخيرا ما بيننا، انما بشكرك النهارده ربنا يخليك لردك على كل اللي قدرنا نرد على اسئلتهم، انما الباقي بتوعدنا برضو بالرد عليهم من خلال الصفحه ان شاء الله طبعا باذن الله بفريق بإذن العمل الموجود. بشكر كل مشاهدين برنامج دفتر احوال، ودايما بقول لكم ان خلصت الحلقه الصفحه موجوده ونقدر نتواصل طوال الاسبوع. دوروا علينا على الفيسبوك بصفحه دفتر احوال بالعربي، اكتبوا دفتر احوال هتظهر الصفحه، موجودين للرد في كل الاسئله. كان في عندنا اسئله كتير جدا تخص المعاشات والتأمينات ومعاش تكافل وكرامة ومعاش العمالة الغير منتظمة، إنما هنرد على الناس على من خلال الصفحة، وبوعد الناس بالتواصل معاهم في هذا الشأن والرد على أسئلتهم وعلى كل استفساراتهم. بقول لكم تصبحوا على خير وأشوفكم الأسبوع الجاي في لقاء جديد مع دفتر أحوال، والسلام عليكم ورحمة الله.